ورحمة الله. الأخ محمد أمين، بالفعل تساؤل في محله اللي طرحته عليا، تساؤل مهم. أكيد أن الشارع المراكشي ولا المتتبع المراكشي ولا المتتبع الشأن الرياضي العام تيتساءل على واش هناك غياب قندار مصطفى في موسم 2022 23 أو لا عدم تعاقد قندار مصطفى مع أي فريق ولا. أكيد أن هذا هو، هذا الشيء هو اللي كاين لحد الآن. دونك هذا راجع لعدة معطيات، ربما الإطار الوطني قندار مصطفى تيقول بأن اليوم ربما خذينا من التجربة ما يكفي من خلال الممارسة داخل الفرق الفئات الصغرى والبطولة الهاوية بجميع أقسامها. ربما تنقولوا الحمد لله، ربما غنوجهوا البوصلة نحو البطولة محترفة في انتظار إيجاد آفاق وإيجاد فرق للتعاقد معها إن شاء الله. دونك هذه كلها معطيات خلات قندار مصطفى أنه ما يجددش رغم بعض العروض اللي كانت من الفرق، من فرق الهوات بجميع أقسام ديالها. تتعرفنا بأننا السنوات الأخيرة ربما حققنا إنجازات رائعة رفقة فريق الاتفاق الرياضي المراكشي اللي تنتمنى له التوفيق من المنبر ديالكم، ولكن ما كانش الاستمرارية مع الفريق من خلال البطولة الاحترافية الثانية داخل فريق الاتفاق نظرا لعدة معطيات. أكيد أن الشارع المراكشي تيعرف واحد الجزء منها، والجزء اللي ما تيعرفوش الجميع تيبقى هذا جزء بين فريق الاتفاق الرياضي المراكشي والإطار الوطني قندار مصطفى. نتمنى أن القادم يكون أفضل في ظل إيجاد واحد كي تنقولوا مجال للاشتغال داخل الفرق المحترفة إن شاء الله بالنسبة للإطار الوطني قندار مصطفى. وكما تتعرف الأخ محمد أمين، فمع نهاية الموسم الرياضي 2021-22 وبعد تحقيق صعود البطولة الاحترافية جوج مع فريق الاتفاق الرياضي المراكشي، بالفعل تلقيت عدة عروض من فرق مهمة داخل القسم الوطني الاحترافي، ولا من كان واحد العرض اللي كان ربما كان قريب جدا فريق بالدرجة الثانية، ولكن تتعرف بأن الإكراه الكبير كان هو كي تنقولوا لي ليسونس تاع الكاف اللي كانت معتمدة، وكان القانون غادي يخرج بأن كاين هناك تغيير اللي تنشوفوه اليوم بأنه واقع. عدة فرق أنها تحرمات من عدم الترخيص للمدربين ديالها، وكان الحدث الكبير ديالي انا علاش ما تعاقدتش. بالفعل كنت انني مركز على بزاف الامور، منها لا ليسونس ا، والحمد لله انا اليوم كان القبول ديالي داخل كي تنقولوا تم ادراج الاسم ديالي داخل اللائحه اللي تسدعت بالنسبه لموسم 2022 23 لاجتياز رخصه اكاف، والحمد لله. هذا حتى هو شيء كبير وشيء غادي نركز عليه بشكل كبير لحقاش غادي يخول ليا ويفتح ليا مجالات اخرى للاشتغال والطموح اللي تنسعى ليه والاهداف اللي راصدها ربما في المشوار التدريبي ديالي. دونك كانت الاولويه الحمد لله لا ليسونس ا هي الاولويه. بالنسبه للعروض اللي تحدثنا عليها، كنت انا تنقول بان الا كان فريق في البطوله كي تنقولوا بطولة الهوات ناسيونال، أكيد أن الجماهير غيشوفوا قندار مصطفى مع فريق اللي عنده، اللي كي تنقولوا عنده أوبجيكتيف تاع لا مونتي، وعنده واحد شالنج كبير اللي كيما تنقولوا، ولا عنده واحد الرغبة في أنه يلتحق ببطولة محترفة. مع العلم أن العروض اللي جاتني من فرق داخل هذا القسم ما ناقشتهاش بالفعل. كنت عندي فكرة، وكان عندي أنني ما غاديش ما يمكن لياش نزيد نستمر داخل أقسام الهوات. دونك هذا تفكير ربما نكون على صواب، ولكن أكيد كي تنقولوا جي ان برانسيب وما يمكنش نغيره، أنني خصني نطمح لهذاك الشيء لاش بغيت نوصل بإذن الله. نتمنى أن الله يوفقني في هذا الجانب. بالنسبة لليسونس احنا محظوظين أننا نكون في لابروموسيون الأولى ضمن المجموعة الثانية الجروب 2 إن شاء الله. نتمنى أننا نجتازها بنجاح، وإن شاء الله هي اللي غادي تكون كي تنقول أنا غتحل آفاق كبيرة. تتعرف التغييرات اللي وقعت على مستوى لاديتين الإدارة التقنية الوطنية، تتعرف القوانين اللي توضعات وليك كيتشارج وليك كريتير اللي تعتمدات بالنسبة للمدربين من أجل
من أجل كي تنقولوا الاشتغال داخل الفئات ولا داخل الفرق الوطنية، بطولة ان بطولة دو ولا اقسام الهواة. دونك كل هذه امور غتكون غيكونوا هات لي ليسونس، ولا غيكون الاجتياز تاع لا ليسونس ا غيعطينا غيحلينا افاق كبيرة. نتمنى اننا نتفق ان شاء الله خويا محمد. بالفعل خويا محمد امين، انا غادي نلخص لك بعجاله على السيره الذاتيه المدرب قندر مصطفى. مدرب قندر مصطفى حاصل على لا ليسونس سي سنه 2009، دوز واحد التكوين رفقات محمد رباح سنه 2009، 2015 الحصول على لا ليسونس بي، و 2014 كان واحد التكوين لا ميثود بينيفيكار من الأكاديمية تاعت الخليج فوت، اللي دوزنا واحد التكوين كبير وكبير جدا. والحمد لله اليوم سنة 2022 قندر مصطفى انسكري في لا ليسونس ان شاء الله كاف. نتمنى ان هذا هو كي تنقولوا بالنسبة للدبلومات تاع قندر مصطفى. بالنسبة للإنجازات، فالإنجازات الحمد لله كانت كبيرة وكبيرة جدا. أنا تعتبرها في هذا الظرف أنني بديت التدريب من سنة 2009، اليوم احنا في 2022. كاينه شامبيونا دي ماروك 2015 2016 اللي كانت غابت على خزائن فريق الكوكب المراكشي للفئات. السنه الثانيه كنا في لي فاز فينال وفيناليست تاع نفس الفئه ايديزنا في كاسيم. وهات الفئه ان شاء الله، وهات الفئه من بعد سنتين توجت بالشامبيونا دي ماروك، شامبيونا دي ماروك للامال رفقه السيد داوي اللي تا هو قام بواحد العمل وعمل كبير. الحمد لله هذه مجموعه لاعبين اللي كنا سهرنا عليها في التكوين وقمنا بواحد العمل كبير. 3 سنوات داخل مركز التكوين كانت كافيه، وكان قندر مصطفى انه قرر انه يوجه البوصله للفرق الكبيره ورجع للفرق الهواة من بوابه فريق اولمبيك. مشكور سي احمد اينوس لحقاش كان هو اللي نادى عليا وان ناقصنا، وكانوا تاهما فتحوا لنا الباب اننا نبرزوا المواهب ديالنا. سنتين رائعتين رفقات اولمبيك مراكش، تتبع سنتين اجمل رفقات الاتفاق الرياضي المراكشي. مشكور السي فؤاد الورزازي من هذا المنبر اللي الصراحه واكبنا بواحد الشكل كبير وقام بعمل اللي تنقول محترف. حققنا توجنا فيه بالصعود سنتين الحمد لله، سنه من الاول هوات الناسيونال هوات، والسنه الثانيه من الناسيونال هوات البطوله المحترفه جوج. هادو هما الانجازات الحمد لله، مع العلم اننا ما نساوش بان الاشراف تاع بدايه قندر مصطفى كان داخل اكاديميه محمد السادس فرع مراكش، واكاديميه طاهر الخليج اللي سي طاهر الخليج مشكور واحد الشكر جزيل لحقاش هذاك التكوين تاع لا ميثود بينيفيكا اللي خديناه كان كافي انه يغني لنا المعارف، وربما من خلاله حاولنا اننا نتمردوا على كي تنقولوا على لا تاكتيك اللي شفنا بان لا ميثود بينيفيكا توسكي انتغري توسكي بيريوديزاسيون تاكتيك وهاد الامور كلها كيفاش مشي لي جون حتى الكبار، داك الشيء عمل كبير وكبير جدا الحمد لله. هذه كلها امور تخللت المسيره تاع قندر مصطفى منذ سنه 2009 حتى 2022 كمدرب من الفئات الصغرى وفرق الهوات، وهذا هادو هما الحمد لله هادو هما الانجازات اللي كاينين. نتمنى ان القادم يكون افضل من خلال الانطلاق ان شاء الله من بطوله محترفه باذن الله. شكرا اخويا اسمعني.